مرحبا سمو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله ماشيين بالسيستم منيح وزي ما بدكم. اليوم ان شاء الله بدنا نشرح محاضرة رقم 3. هي صحيح طويلة يعني، بس محتواها لطيف والله وسهل يعني. وقبل ما نبلش خلينا ندعو بالرحمة والمغفرة للطلاب اللي توفوا امبارح بحادث الباص، وانه يا رب الله يتقبلهم شهداء ويصبر اهليهم ويعينهم يا رب. اوكي، خلينا نبلش. بسم الله. اوكي، محاضرتنا اليوم بدنا نحكي فيها عن الثوراسيك كيج، وبدنا نحكي شوية هيك عن المسلز اوف ذا ثوراسيك وول. بس المسلز هذول كتير سهلين ومش زي المسلز اللي مروا علينا قبل، الحمد لله يعني كتير ألطف الحمد لله. تمام، هلا قبل اول اشي خلينا نفهم هي هاي المنطقة اساسا وين قاعدة. الثوراكس او منطقة الصدر وين موجودة؟ بين النك وبين الابدومن، صح؟ بس هلا نفكر فيها. هلا النك بتكون كونتينيوس معها، لانه احنا اتفقنا انه التريكيا بتكمل وبعدين بتعطيني بايرفكيشن. وشو بتعطينا؟ بتعطينا البرنسبلز برونكاي وبعدين اللنج، صح؟ اوكي، اللي هي موجوده اصلا وين؟ بالثوراسيك وول. يبقى ما فيش اشي كان موجود انه عم بفصل بين هدول المنطقتين. بس بالمقابل لما انا عم بحكي عن الابدومن، ففي عندي عضله اسمها الديافرام. هاي شو بتعمل؟ بتفصل بين الثوراسيك كافيتي وبين الابدومينال كافيتي، فما بيكونوا دايركتلي كونتينيوس وذ ايتش اذر، بيكون في بينهم هذا الايش الفاصل اللي هو الديافرام. اوكي، هلا بس هيك اخذنا مقدمه سريعه يعني عنه. خلينا نقرا. region of the body between the neck and the abdomen communicates above with the neck and is separated below from the abdomen by the diaphragm. زي ما حكيت لكم قبل شوي، يعني لو تتخيلوها هاي هون احنا عنا التكمالة مع مين؟ مع النك بهاي الصورة، ومن تحت عنا التكمالة مع الابدومن. بس هاي اللي هي عبارة عن ال inferior thoracic opening بتكون مسكرة بالديافرام، تمام؟ عشان ما يرتبط الثوراسيك كافيتي دايركتلي مع الابدومن. اوكي، رح نحكي اليوم عن الثوراسيك وول وعن الثوراسيك كافيتي وبرضو عن شوية من المسلز. طب شو يعني الثوراسيك وول؟ الثوراسيك وول ما لما بنحكي وول يعني هيكون عبارة عن شغلة بتحمي، تمام؟ بتعمل بروتكشن، صح؟ زي ايش يعني؟ اكيد رح نحكي عن البونز اللي بتكون هذا الثوراسيك وول، وشوية كوستال كارتلجز بربطوا الريبس بالستيرنم اللي هلا هنحكي عنها. فهذا الثوراسيك وول يعني هيو، تمام؟ الان عم بأشر عليه هون، هدول بارتس منه اللي هم الريبس. بدي أعرف إيش الأشياء اللي بتكون قدامهم وإيش الأشياء اللي بتكون وراهم. طيب هلا هذا الثوراسيك وول إيش الستركتشرز اللي هتكون قدامه؟ نفكر فيها مع بعض. أكيد رح يكون في سكن، صح؟ رح يكون في فيشة برضه، رح يكون في مسلز اللي هنحكي عنهم كمان. طيب بعدين رح ندخل على الإيش؟ على الريبس اللي هم بارت من الثوراسيك وول، ورح ندرس عن جروف موجودة جوا هدول الريبس اسمها الكوستال جروف. بيكون موجود فيها اشي اسمه الانتر كوستال نيورو فاسكولار باندل، بتحمل النيرفز وال شو اسمه الفينز والارتريز اللي بيغذوا الريبس هدول، تمام؟ اوكي، وكمان بيغذوا المسلز اللي هم الانتركوستال مسلز اللي برضو رح نحكي عنهم. طيب وايش كمان بدنا نعرف؟ بدنا نعرف الاشياء اللي بتكون موجوده ورا هذا الوول. ايش في اشياء موجوده ورا هذا الوول من الجهه الايش من الجهه الانتيرير اللي قريبه من اللنج؟ بدنا نعرف طبعا انه بيكون في موجود الباريتال لاير of the pleural cavity. هل احنا في عنا البلورا اللي هي بتحوط حوالين اللنج وبتحميها، في الها parietal layer وفي جوا الانترا بلورال سبيس اللي هو بيكون فيه البلورال فلويد، وبعدين في عنا الفيسرال لاير. هلا هاي ايش؟ هاي الباريتال لاير وهي البلورال كافيتي وهي الفيسرال لاير وهي اللنج. فايش رايح يكون موجود؟ وفي طبقة نسينا نحكيها اللي هي عبارة عن اشي اسمه الاندوثوراسيك فيشا. هلا ايش الاشياء اذا اللي بيكونوا موجودين وراها؟ الاندوثوراسيك فيشا ورا ايش؟ ورا الثوراسيك وول اللي هم كيف يعني وراها؟ يعني جايين انتيرير قريب من اللنج، تمام؟ ايش الاندوثوراسيك فيشا والباريتال لاير اوف ذا بلورال كافيتي. الباقي مش مهم خلص، يعني بصير مش من البارتس اللي دايركتلي انه
مرتبطة فيها. بعدين الأشياء اللي قدامها بتغطيها من قدام skin وفيشة ومسلز، وحكينا عن البونز اللي هم أساساً البارت من هذا الثوراسيك وول، والإيش والبندل اللي هي بتغذي هدول المسلز. ماشي، هلأ إحنا اتفقنا إنه هاد عبارة عن وول. وول يعني إيش؟ يعني بده يحمي، يعني بده يعطي بروتكشن. فإيش رح يعمل هذا الول اللي إحنا عم نحكي عنه؟ أكيد بده يعمل بروتكشن للثوراسيك فيسرا. شو يعني ثوراسيك فيسرا؟ يعني زي اللنج مثلا، تعتبر من الثوراسيك فيسرا، فهو هذا الثوراسيك وول بيحميها، تمام؟ غير عن هيك provides the mechanical function of breathing. كيف يعني؟ يعني مثلا هلأ أنا عندي من الparts اللي بتكون هذا الثوراسيك وول عندنا إشي اسمه الكوستال cartilages. هاي الكوستال cartilages مالها elastic، تمام، وflexible. فإيش اللي بتعمله لما إحنا نكون عم نعمل إيش inspiration وندخل الهواء؟ اللنج بدها تتضخم، صح ولا لا؟ فعشان تتضخم اللنج ويضل هذا الثوراسيك وول واسعها وما يتكسر العظم، شو بده يعمل؟ بده يتوسع. طب مستحيل يضل نفس حجمه، بده يتوسع عشان اللنج هاي عم تكبر برضو وبدخل فيها الهواء. فعشان موجود هذا الكوستال كارتلج اللي هو هذا الإشي الأزرق اللي هنا، هذا بيكون إلاستيك وفليكسبل، فبيكون مرن. لما بدها تتضخم اللنج بيروح بيضخم هذا الثوراسيك وول كامل. عشان إيش؟ عشان يساعدنا نقدر إن نتنفس، وبرجع بيصير له كمان مرة وبصغر وبصير له ريكويل وبيطلع كل إيش. لما بدنا نطلع الهواء واللنج هاي تصغر، هو كمان بيصغر وإيش؟ وبيطلع الهواء برا الجسم، يبقى بساعدنا في عملية الريسبيريشن والبريذنج وبيعمل بروتكشن. كيف بيعمل بروتكشن؟ نفس المبدأ إنه هدول الكوستال كارتلجز والبونز قاعدين قدامها فبيحموها. ووظيفة من الوظائف تبعت الكوستال كارتلجز هندرسها لقدام إنه إيش بيعمل absorption للشوكس. كيف يعني؟ راح أحكي لكم إياها لقدام بس نوصلها. الفكرة إنه هو بيمتص الصدمات والضربات، فبيحمي إنه هذا الثوراسيك وول يتكسر، وبنفس الوقت الثوراسيك وول هذا نفسه بيحمي لنا الفيسرا. طيب أوكي، هلا نحكي عن الستركتشر أوف إيش أوف ذا ثوراسيك وول. زي ما اتفقنا the thoracic wall is covered on the outside by skin and muscles. هدول السكن والفيشة والمسلز. وإيش؟ ومن الانسايد في عندي انه lined up by the endothoracic fascia and the parietal layer of ايش of the pleural cavity او الparietal pleura بنقدر نسميها وخلص. طيب the thoracic wall is formed by what؟ اول اشي هنا بدنا نعرف الاشياء الموجودة من ورا. posteriorly by the thoracic part of the vertebral column من T1 لT12، بيكونوا من T1 لT12 كلهم موجودين، فهذا الاشي موجود posteriorly. طيب anteriorly ايش موجود؟ موجود الاسترنم كاملة، كل الاسترنم مع الكوستال كارتلجز تبعيت الريبس. طيب ايش موجود laterally؟ هدول الريبس مع الانتركوستال سبيسز، هدول السبيسز اللي بتكون موجودة بين الريبس، هدول كلهم لاترالي. طيب من فوق ايش موجود؟ اشي اسمه السب بلورال ممبرين، تمام، رح يندرس لقدام. وفي عنا تحت اللي هو موجود الدايفرام اللي بيفصل ايش الثوراسيك كافيتي عن الابدومينال كافيتي. اوكي تمام، خلينا هلا نبلش ندرس بهذا الثوراسيك وول. رح نحكي أول إشي عن شو؟ عن الاسترنم. الاسترنم هاي بتتكون من كم بارت؟ من 3 بارت، واتفقنا إنها وين موجودة؟ موجودة anteriorly بهذا الثوراسيك وول. طب شو هم البارتس اللي بتتكون منهم؟ بتتكون من إشي اسمه المانيبيورم اللي هو البارت الأولاني هذا، بتتكون من البادي اللي هو البارت الطويل اللي تحت تاني بارت، وآخر إشي من إشي اسمه زايفويد بروسس. طبعا ليه لونه هون أزرق مش لونه زي لون البون؟ لأنه هذا الزايفويد بروسس بيكون قبل كارتلج، بعدين لما الواحد يكبر بصير له عملية أوسيفيكيشن وبصير عظم، بس لقدام لبعدين. عشان هيك هون رسمين لنا إياه أزرق زي لون الكوستال كارتلج، لأنه هو أصلا بيكون بالبداية كارتلج. أوكي هلأ قبل ما نقرأ المعلومات المكتوبة خليني أشرحها هيك بطريقة كتير سهلة ندرس فيها التفاصيل المهمة بعدين بنقرأ المكتوب. أول إشي إحنا عنا هاي الاسترنم، قلنا بتتكون من كم بارت؟ من 3 بارتس، مانيبيورم وبادي وزايفويد بروسس، تمام؟
هاي المانيبيورم اللي هي الـ most upper portion of the sternum. إيش بتعمل؟ بتعمل articulation مع ثلاث أشياء، والثلاث أشياء منطقيات كتير، يعني والله كل إشي منطقي، ما في إشي غريب. أول إشي بتعمل articulation مع الكلافيكل. متذكرين الكلافيكل؟ هلأ هي هون مش مو موجودة بالصورة، بس الكلافيكل اللي هي كانت العظم اللي هون واللي هون واللي درسناها اللي بترتبط كانت مع عظمة تانية، إيش كان اسمها؟ السكابيولا. هون كانت هيك عظمة كبيرة، مش عارفة، ما أظنش إنه إلها صورة هون. هاي الكلافيكل، تمام؟ هاي الكلافيكل مرتبطة، هاي إلها فيست حتى موجودة على المانيبيورم أوف ذا سترنم. اتفقنا الحمد لله، هاي طلع لها صورة. أوكي، إذا أول إشي بترتبط معاه حكينا اللي هو الكلافيكل، وجدا واضحة هيها من هون. طيب تاني إشي بترتبط معاه البادي أوف ذا سترنم، شايفين قد إيه إنه منطقي؟ أكيد بدها ترتبط مع البادي أوف ذا سترنم على الليفل أوف ذا سترنال أنجل. طيب عن طريق إيش؟ عن طريق إشي اسمه المانيبيورو سترنال جوينت. لطيف، كمان شغلة بتعمل معاها articulation اللي هي الـ first costal cartilage of the first rib والـ upper portion of the ash of the second costal cartilage of the second rib. تمام؟ منطقي؟ كله تمام؟ جدا لطيف. هايو شايفين كيف الـ upper portion بس من الـ second costal cartilage مرتبط فيها، بينما الـ first costal cartilage لقاعد ومرتاح وأموره تمام. وهي كمان المانيبيور سترنال جوينت اللي بيربطها بالبدي على الليفل اوف ذا سترنال انجل، وارتباطها مع الكلافيكل زي ما شفنا بالصوره اللي تحت. لطيف، هيك خلصنا المانيبيور. طب خلينا ايش نبلش بالبدي. هلا هذا البدي يعتبر مكان ارتباط الكوستال كارتليجز من السكند كوستال كارتليج تقريبا، بس اللور بوردر منه لعند السيفنث كوستال كارتليج بيكون آخر من يرتبط بهذا البدي. اتفقنا. فهذا البدي زي ما عرفنا هو مكان ارتباط الكوستال كارتليجز من السكند لحديت السيفنث كوستال كارتليجز. أوكي، إيش كمان؟ بيرتبط فوق مع المانيبيورم بالمانيبيورو استيرنال جونت. طيب هلأ نيجي على الزايفويد بروسس. اتفقنا انه هو بالاول بيكون عبارة عن ايش؟ عن كارتيلاجينس جوينت، تمام؟ بيكون عبارة عن كارتيلاج، بعدين لقدام كل ما الواحد عم بيكبر بصير الأوسيفيكيشن بتحول لبون. طيب بيرتبط مع البادي of the sternum above عن طريق الزايفو استيرنال جوينت، اوكي؟ وما بيرتبط فيه ولا كوستال كارتيلاج. طيب وين راحوا بقية الكوستال كارتليجز لبقية الربس وصدايل؟ عنا 8 و9 و10 و11 و12. هلا وإحنا منكمل رح نفهم كيف كل واحد فيهم بيرتبط. أوكي، هلا بس في معلومة بدي أراجعها من قبل كنا حاكينها، اللي هي معلومة الاسترنال أنجل. هاي الاسترنال أنجل إحنا اتفقنا إنه at the level of this external angle بيكون عندي منطقة اسمها الكارينا أو الكاراينا من التريكيا، اللي عندها بصير الديفجن للتريكيا وبتروح بتعطينا البرنسبل أو المين برونكاي الرايت واللفت، صح؟ تمام، فهذا الإشي إحنا متفقين عليه من قبل، بس هلا في معلومة جديدة بدنا نعرفها عنها. أول إشي إنه إلها اسم تاني اللي هي الأنجل أوف لويس، تمام؟ كمان معلومة إنه السكند كوستال كارتلج بيكون تقريباً at the level of the sternal angle. فإحنا هاي المنطقة كتير بتهمنا عشان الديفجن تبعي التريكيا والأورتيك آتش كمان، وكمان لأنه من عندها بنقدر نعمل الكاونتينج لبقية الانتركوستال سبيسز ولبقية الكوستال كارتلجز، بيكون كتير لطيف وسهل. فإحنا بنيجي بس بنعمل بالبيشن لما نحس بهاي الترانسفيرس إج، هاي هون نفس بهاي الطريقة بنحس بهاي اللي ترانسفيرس ايدج، تمام؟ نعرف انها سترنال انجل، فعلى الليفل تبعها رح يكون عندي مين؟ السكند كوستال كارتليج، تمام. فلما انا عرفت انه هذا السكند كوستال كارتليج بنزل شوي بلاقي عندي السكند انتر كوستال سبيس، بعدين بنزل شوي بلاقي الثيرد كوستال كارتليج، بنزل شوي كمان بلاقي ايش هنا؟
بلاقي الثيرد انتركوستال سبيس وعلى هذا الأساس. طب إيش يعني انتركوستال سبيسز يا رحمة؟ يعني إنه هم عبارة عن سبيسز بيكونوا تحت الكوستال كارتليجز. يعني مثلا الفيرست كوستال كارتليج تحته على طول رح يكون الفيرست انتركوستال سبيس. مثلا الثيرد كوستال كارتليج رح يكون تحته على طول الإيش؟ الثيرد انتركوستال سبيس. بضل علينا معلومة نعرفها اللي هي الريليشن تبعتهم مع الانتر مع الايش مع ال مع الفيرتبرال كولوم من ورا. طبعا كله ثراسك كلها من تي 1 لتي 12 تمام، ما بخربطوش يعني. فهلا عنا احنا اول اشي اللي هي المانيبيورم. المانيبيورم تعال نطلع عليها من ورا، رح نلاقيها على الليفل اوف وات تي 3 لتي 4 تمام. لحظة شوي اوكي، هاي المانيبيورم، فراح تكون على الليفل من تي 3 لتي 4 هاي المانيبيورم. اوكي، غير المانيبيورم عندنا البادي راح يكون تقريبا من التي 5 لوين؟ للتي 9، من عند التي 5 لتقريبا الليفل اوف تي 9. الزايفويد شو اسمه، لا لحظه، الزايف ستيرنال جوينت هذا هيكون ات ذا ليفل اوف تي 9، ونفسه الزايفويد بروسس نفسه راح يكون على الليفل اوف تي 10. طيب ايش بالنسبه للاسترنال انجل؟ حكيناها من قبل اللي هي المنطقه او الفراغ اللي هو راح يكون ما بين التي 4 والتي 5، الانتر فيرتبرال ديسك بين تي 4 اند تي 5 تمام. هيك حكينا كل المعلومات، يعني ما ضل اشي ما حكيناه عنهم. خلينا نقراها. The sternum lies when in the midline of the anterior chest wall تمام. It is a flat bone that can be divided into three parts. عنا المانيبيورم ستيرناي، body of the sternum and the xiphoid process. تمام. خلينا هلا نقرأ كل portion منها ومن ايش بيتكون. المانيبيورم اللي هو ال upper part بيعمل articulation حكينا مع ال body of the sternum at the manubrio sternal joint at the level of the sternal angle مع اللي clavicles وإلهم facets خاصة فيهم، والfirst costal cartilage and the upper part of the second costal cartilage on each side. The location lies opposite to the T3 and T4 spaces تمام. فبيكون في space بيناتهم، هي تقريبا بتكون opposite لإله تمام. اوكي، هلا خلينا نحكي عن البادي اوف ذا ستيرنم. هو وين بيكون موجود؟ بالنص، من فوق بيرتبط مع المانيبيورم عند المانيبيور ستيرنال جوينت، من تحت بيرتبط مع الزايفويد بروسس عند الزايف ستيرنال جوينت تمام. اون ايتش سايد اوكي، يعني هذا ايش قصده؟ ايوه هذا حكيت لكم عنه. اون ايتش سايد وذ ذا سكند تو ايش؟ تو ذا سيفنث كوستال كارتليجز تمام. lies opposite to what؟ to T5 till T9. نحكي عن الزايفويد بروسس، no ribs or costal cartilages attached to it تمام. lies opposite لل T10 وايش؟ عبارة عن thin plate of cartilage that becomes ossified ايش؟ at its proximal end during adult life. لطيف اوكي. هلا ضل علينا نحكي بهاي الاسترنم عن الاسترنال انجل. وين هالسترنال انجل؟ هيها الاسترنال انجل، هيها هون الاسترنال انجل تمام. شو بدنا نعرف عنها؟ انه إلها اسم تاني اللي هو الانجل اوف لويس، formed by the articulation of the manubrium with the body of the sternum عند المانيبيور سترنال جوينت، and can be recognized by the presence of a transverse ridge on the anterior aspect of the sternum. هاي ال ridge lies ايش؟ at the level of the second costal cartilage تمام. بتكون على ال level تبع مين؟ ال second costal cartilage، the point from which all costal cartilages and ribs are counted زي ما قلنا بهاي الطريقة بالpalpation. طيب ال sternal angle lies opposite the intervertebral disc between the fourth and the fifth thoracic vertebra. طيب ايش بالنسبه لاخر اشي اللي هو الزايف سترنال جوينت؟ lies opposite للبادي اوف ذا ايش؟ 9th thoracic vertebra تمام. يبقى الجوينت بيكون ايش؟ على الليفل اوف ذا 9th thoracic vertebra، والبروسس نفسه على الليفل اوف ذا ايش؟ 10th thoracic vertebra تمام، تي 10. اوكي، هلا
هيك احنا خلصنا اول بارت من الثوراسيك وول. ايش اسمه هذا البارت؟ هذا البارت اللي هو الستيرنم. هلا تاني بارت بدنا نحكي عنه اللي هو الريبس. هيك لطيفين وسهلين، ما بياخذوش وقت ان شاء الله. اوكي، هلا خلينا نحكي عن ايش، عن هدول الريبس. الريبس هدول كم رب عندنا؟ عندنا 12 واحد، تمام؟ There are 12 pairs of ribs, all of which are attached posteriorly. من ورا بيرتبطوا بالثوراسك فيرتبرا، ومن قدام بيرتبطوا بالسترنم. هل كلهم هيرتبطوا بالسترنم؟ نو، مو كلهم هيرتبطوا بالسترنم. هلا هنفهم كل واحد منهم كيف بيرتبط. اوكي، هدول الريبس are divided into three categories. اوكي، لا هو لحظه، هم لهم تصنيفين، يا اما راح اصنفهم لترو وفولز وفلوتينج، يا اما راح اصنفهم لفلوتينج وايش، يا ربي راح اصنفهم لتيبيكال وايش واي تيبيكال. نبلش بفكره الترو والفولز والفلوتينج. هلا بالنسبه للترو ريبس، طب ايش مبدا التقسيمه؟ انهم هل بيرتبطوا بشكل دايركتلي بالسترنم ولا لا؟ هلا اذا بيرتبطوا بشكل دايركتلي بالسترنم، يعني if they bind directly to the sternum they are considered what a true ribs. مين هم هدول؟ من واحد لسبعة. من واحد لايش؟ لسبعة. كلهم بيرتبطوا دايركتلي بهدول الكوستال كارتلجز تبعينهم بالسترنم. بس بالمقابل لما انا قاعدين عم نحكي عن الفولز، يبقى هم ما بيرتبطوا بشكل مباشر بالسترنم، تمام؟ اوكي، فبالتالي لما احنا عم نحكي عن الفولز اللي هم 8 و9 و10، they are attached to the sternum. بالنهاية they are attached to the sternum، بس كيف؟ indirect attachment to the sternum by ايش؟ by attaching to the 7th costal cartilage which is directly attached to the sternum، تمام؟ هاي كل الفكرة. يعني إذا بدنا نفهمها بالتفصيل الممل، إنه 8 و9 و10 كل واحد فيهم بيصير يرتبط بالكوستال كارتلج اللي فوقه. 9 10 بيرتبط ب9، 9 بترتبط ب8، و8 بيروح بيرتبط ب7 اللي اوريدي مرتبط بالسترنم. فبشكل اندايركت عشان هيك سميناها ايش؟ سميناهم فولز كوستا فولز ريبس. طب ايش بالنسبة للفلوتينج؟ الفلوتينج اللي هم 11 و12، هدول الاثنين يعني لو بدنا ننزل شوي لتحت رح نلاقيهم مع الابدومينال ماسكوليتشر، يعني دول مع ناس تانية، هدول ما لهمش دعوة بالريبس ولا ما يحزنون، هدول لحالهم هيك فلوتينج، لا هم مرتبطين بالسترنم ولا مش مرتبطين بالسترنم ولا اشي، هيك بس طايرين، عشان هيك اسمهم فلوتينج، ما لهمش انتيرير اتاتشمنت، تمام؟ اوكي، هيك خلصنا اول تقسيمة. طيب تاني تقسيمة اللي هي بقسمهم لتيبيكال وايتيبيكال. هلا التيبيكال اللي هم اللي بيكونوا الاوردينري ريبس، هلا في شكل معين تقريبا كل الريبس من 3 ل 9 لهم نفس الشكل، بس بضل عندي ايش؟ هلا هدول لو بدي اعد من 3 ل 9 يطلع معي 7، كم واحد ضل لنا؟ 5. هدول الخمسه بيكونوا كلهم ايتيبيكال، بيكونوا كلهم شكلهم بيختلف او في عندهم إشي مختلف عن الطبيعي فخلاهم يصيروا ايتيبيكال. طب ايش نحكي عن التيبيكال ريبس؟ اول اشي بدنا نفهم الايش الاناتومي تبع هذا التيبيكال ريب. اول اشي عندي الهيد. الهيد هاد فيه تو فيسيتس. طب ليه عنده تو فيسيتس؟ هلا بدنا نفهم شغله، انه كل ريب بيرتبط مع ايش؟ بيرتبط مع النيوميريكلي كورسبوندينج فيرتبرا من الثوراسيك فيرتبرا اللي بتكون بوستيرير له. يعني مثلا الثيرد ريب راح يرتبط مع الايش؟ مع التي 3 من ورا. بس طيب هاي بيف واحدة من الفيسات، طيب وبالفيسات الثانية رح يرتبط مع اللي فوقها، يعني هيرتبط مع التي 3 ومع التي 2 كمان. فهمناها كيف؟ انه رايح يكون عندهم تو فيسات، واحدة بيرتبط مع النيوميريكلي كورسبوندينج ثوراسيك فيرتبرا، وواحدة مع الايش؟ ال الثوراسيك فيرتبرا just above the numerically corresponding vertebra، تمام؟ هاي بالنسبة للهيد، هذا من 3 ل 9 هيك بيكون وضعهم. طيب النك،
النك هاي يعني ما فيش فيها إشي مهم، بس إنها هي اللي بتربط الهد بالتيوبركل. المهم التيوبركل هاي، هاي التيوبركل زي ما إحنا شايفينها هاي هيك زي بروجكشن طالع. طبعا إحنا هون جايين من ورا جايين قدام، تمام؟ هذا من ورا مع الثوراسيك فيرتبرا وهذا من قدام مع الستيرنم. هلا هون التيوبركل هاي إيش بدنا نعرف عنها؟ إنها هاي بتروح بترتبط مع الترانسفيرس بروسس اوف ذا نيوميريكلي كورسبوندينج ثوراسيك فيرتبرا، وبعدين يعني بعدين مع هالعجقة هاي، ولا لا عجقة ولا إشي، بس بدنا نعرف إنه هاي التيوبركل اللي هي لكل رب من 3 لـ 9 راح تروح ترتبط مع إشي اسمه ترانسفيرس بروسس. شو هذا الترانسفيرس بروسس؟ خليني بس أشوف لكم عليه، نشوف ندور على صورة هنا. هلأ هو الهيئة، لحظة هلأ بجيب لكم صورة عشان تفهموا وبرجع. أوكي طلعت الصورة قدامي وأنا مش شايفاها، يلا عادي عادي بتصير. المهم فهلأ كنا إحنا عم نحكي عن التيوبركل صح؟ قلنا والله هاي التيوبركل بتروح بترتبط بمين؟ بالترانسفيرس بروسيسس لا النيوميريكلي كورسبوندينج ثوراسيك فيرتبرا. يعني مثلا ناخذ مثال، نحكي مثلا عن الثيرد ريب. هلا الثيرد ريب عنده التيوبركل تبعته، فراح يرتبط. هلا هو اساسا الهيد تبعه اوريدي مرتبط مع شو هيو، تمام؟ اوريدي مرتبط مع ال ايش اسمه، حكينا عنده تو فيسيت، مرتبط مع تي 2 وتي 3. هلا هاي تي 3 في إلها ترانسفيرس بروسيس، شو هي؟ هاي هي هدول هم، تمام؟ لا لحظة، هدول هم الترانسفيرس بروسيس اللي أنا عم بحكي عنها. هدول مين رح يرتبط فيهم؟ رح يجي يرتبط فيهم الهاي التيوبركل، هتيجي هون وترتبط زي هيك. يعني هايو برضو هاي واضحة، هاي التيوبركل للرب رح ترتبط بالترانسفيرس بروسيس، وهي الهيد مرتبط بالفيرتبرا نفسها. اوكي وين وصلنا؟ هلا خلصنا من التيوبركل. بعد التيوبركل بتمشي عنا الشافت، لطيف. الشافت هادي تيجي هيك 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 هيك، بعدين ايش بصير فيها؟ بتصير بتعمل زي انه بتعمل بندنج فورورد، وبتعمل اشي اسمه الانجل. فبتتكون عندي الانجل، ايش كيف بتتكون الانجل؟ انه هاي الشافت تبعت الرب بتكون ماشي ونازله هيك، وبعدين بتعمل بندنج فورورد عشان ترتبط مع الاسترنم، فبتصنع لنا هاي الانجل. اوكي وايش كمان بدنا نعرف؟ كمان بدنا نعرف معلومه مهمه، اللي هي انه لو بدي اخذ انا كروس سكشن من هاد الرب، رح يكون من فوق عندي اياه كيف شكله؟ رح يكون هاي الصوره. الحمد لله اني ما تهورت. هيها الصورة هون احنا عنا اياها كيف؟ لو بدي اخذ كروس سكشن هاي بكل بساطة نازل زي هيك وعمل ايش؟ شاربلي بندد فورورد، تمام؟ الشافت عملت شاربلي ايش؟ بندنج فورورد، فهذا الشارب بندنج عمل ايش؟ الانجل. طيب لو بدي اخذ كروس سكشن منها رح اشوفها انها من فوق رح تكون راوندد وثيك، بس بعدين رح ايش تعمل؟ رح تعمل زي شكل الهوك. الهوك هاي اللي بتكون شكلها عامل زي حرف السي، تمام؟ فهاي هيك بتكون جاية ونازلة نزول، فهاي النزلة وهاي ساعتها من تحت شو بتصير بعد ما عملت هاي الطعج اللي هيك لفت ورجعت لفوق؟ هاي اللفة شو شو سوتها؟ خلتها تصير شارب وثن انفيريرلي with this hooking. هذا الهوكينج صنع إشي اسمه الكوستال جروف. هذا الكوستال جروف بمر منه الانتركوستال نيوروفاسكولار باندل، اللي هم الفان الفيزلز الفينز والارتريز والنيرفز. لطيف؟ أوكي إيش كمان؟ هل هذا الإشي التبيكال؟ أي إشي بيختلف عنه بأي إشي بسيط رح يصير اسمه atypical، تمام؟ خلينا نقرأ atypical عشان نفهم مع بعض الاتيبيكال كيف بطلع. long twisted، لحظة شو كيف عم بلون هو أصلا؟ بسم الله. أوكي long twisted flat bone، إيش في عندها؟ superior border rounded with smooth و
inferior border sharp within, it overhangs and forms the ash, the coastal groove. بتعمل زي الهوك. يعني تخيلوا انتوا معاي، هاي ندرسهم لكم اياه عشان تفهموا علي. مش بتعرفوا هذا كابتن هوك تبع بيتر بان؟ مش بيكون في عنده هيك زي هذا الاشي؟ فهمتوا علي هذا الاشي؟ اوكي، فهي تقريبا هيك بتعمل. يعني هي بتيجي زي هيك وبتنزل وبترفع هيك رفعة بسيطة. من هاي الرفعة البسيطة من هذا الاشي بصير يمر عندي ايش؟ البلد فيزلز، وبمر النيورونز، وبمر هاي الاشياء اللي رح تغذي المسلز. تمام؟ يعني يا رب انكم تكونوا فهمتوها علي. اوكي، وين وصلنا؟ which accommodates the intercostal vessels and nerves. The anterior end of each rib is attached to the corresponding coastal cartilage. كل إشي corresponding. يلا هلا نحكي عن الرب. الرب في عنده head زي ما قلنا، عنده neck, tubercle, shaft و angle. هلا بالنسبة للhead في عنده two faces للarticulation with the numerically corresponding vertebral body and that edge of the vertebra immediately above. زي ما قلنا تنتقل. طب النك is ايش؟ a constricted portion situated between the head and the tubercle. هاي يعني تكمل تعدد. هاي هالنك هنا وين ايش بتسوي؟ بتكون ما بين زي ما قلنا الهد والتيوبركل. اما التيوبركل هاي هي اللي بتكون موجودة هنا بين الايش؟ النك وبين الشافت. تمام؟ هيها بين النك وبين الشافت، وهي عبارة عن prominence on the outer surface of the rib. لإيش؟ عندها facet for the articulation with the transverse processes of the numerically corresponding vertebra. طيب الشافت thin and flattened and twisted on its long axis. Its inferior border في عنده إيش؟ coastal groove. زي ما حكينا بتضلها ماشية، بعدين ال inferior border منها اللي هو التحتاني منها وهي جاي زي هيك، وأنا عم بتطلع عليها من جوا الانفيريور بوردر، بس من وين؟ من الانتيريور سيرفس تبعها، وأنا بتطلع عليها من جوا من الانفيريور بوردر والانتيريور سيرفس بلاقي هذا الكوستال إجروف. تمام؟ الانجل الشافت هاي بتعمل بندنج شاربلي فورورد وبتصنع الانجل. أوكي، هلا بدنا نحكي عن الأيتيبيكال ريبس. الاتيبيكال ريبس يعني إشي اختلف عن الطبيعي، رح يعطيني إشي إيش اسمه الاتيبيكال ريبس. تمام؟ أول إشي بالنسبة لهذا الفيرست ريب، إيش الإشي اللي خلاه يكون اتيبيكال؟ عنده شغلتين خلته يكون اتيبيكال. نبدأ بالبسيط، إنه عنده one facet on the head، يعني ما عندهوش غير facet واحدة. شو يعني؟ يعني ما رح يرتبط غير بتي 1، ما رح يرتبط بتي 1 اساسا، ما فيش اشي تاني يرتبط فيه فوق، انه مش رح يروح على السي ساعتها، فخلص هو مش رح يرتبط غير بتي 1. غير عن هيك شكلها خلاها تكون اتيبيكال، انها هي ايش مالها؟ the most flattened one، وكمان مالها the shortest. هي الشورتست والموست flattened، وهيها فلات وشورت كمان. في كم من معلومة مهمة بدنا نعرفها عنها بتخليها clinically important. هيا سبحان الله في حكي عنها. ايش هي الكم من معلومة هاي؟ اول اشي خلينا نشوف مع بعض. هاي عندها تيوبيركل، لطيف، بس التيوبيركل تبعتها هاي مش عشان ترتبط مع الترانسفيرس بروسس تبع النيوميركالي كورسبوندينج فيرتبرا، لا، هاي التيوبيركل عشان ايش؟ ترتبط عليها مسل. شو اسم المسل هاي؟ سكاليني انتيرير مسل. ما بعرف اذا حكيت الاسم صح، بس يعني المهم، فهاي المسل بتروح بترتبط على هاي السكاليني تيوبيركل. في بتكون محاطة بتو جروفز، اول جروف من قدامها والثاني بيكون بوستيرير الها وراها. اول واحد هي من ايش بمرق فيه؟ بمرق فيه السابيكليفيان فين. تمام؟ سابيكليفيان فين، ووراها عند هذا السابيكليفيان جروف برضه رح يمر فيه ايش؟ سابيكليفيان ارتري، زائد اشي اسمه ايش؟ الانفيريور لور ترانك اوف ايش؟ اوف ذا بريكيال بلكسز. تمام؟ انفيريور لور ترانك او اللور ترانك اوف ذا بريكيال بلكسز.
رايحين يمروا هنا. طبعا هاي البريكيال بلكسس هلا كمان شوي هنفهم انه هي الاوريجن تبعيت الالنر والميديان نيرف اللي هم اصلا بيروحوا مين بيغذوا الابر لم الفور ارم والهاند والارم، فهم بيغذوا هاي المنطقه الابر اكستريميتيز، فمهمه وإلها كلينيكال امبورتنس هلا هنفهمه. نشوف صوره تانية، هاي هون في عنا ايش السكالين تيوبركل عشان المسل اتاتشمنت اللي هي الايش السكاليني انتيريور مسل، وهنا عندنا بيمشي من قدامها ايش هيو السبكليفيان فين، ووراها في ايش السبكليفيان ارتري والانفيريور ترانك اوف ذا بريكيال ابلكسس. هاي من قدامها كمان مر الارتري بيمشي، ومن ورا اي رب الفين بيمشي من قدامها، ومن وراها بيمشي الارتري والابلكسس. اوكي هذا بالنسبه للفيرست تريب، وهلا هنقرا المعلومات اللي ضلت عنه. طيب السكند تريب، ليش السكند تريب اعتبرنا انه ايتيبيكال؟ شو السبب اللي خلانا نعتبره ايتيبيكال مع انه على فكره عنده تو فيسات؟ الهيد تبعه عنده تو فيسز، يعني بيرتبط ب 2 و 1، بس ليش اعتبرنا ايتيبيكال؟ مدام هيك اعتبرناه ايتيبيكال عشان عنده رف سيرفس، عنده رف سيرفس، عنده رف تيوبرسيتي. هاي الرف تيوبرسيتي للاتاتشمنت لمسل برضه اسمها السيراتس انتيرير مسل، فهاي السيراتس انتيرير مسل بتيجي بترتبط بهاي التيوبرسيتي اوف ايش اوف ذا سكند ريب. تمام. طيب بالنسبه للتنث ريب والفلوتينج ريبس ايش مشكلتهم؟ هلا التنث ريب ما عنده غير only one facet على الهيد، وهدول كمان نفس الاشي ما عندهم غير one facet، وبرضو ما عندهم مش تيوبيركل اساسا ولا نك، فعشان هيك بصفي ايش وضعهم انهم مش زي الشكل الطبيعي فاعتبرناهم atypical. نحكي هلا عن الفيرست تريب كلمتين عشان نبلش بايش بالكوستال كارتليجز، وبرضو في كلمتين عن اشي اسمه cervical rib رح نفهمها. اوكي هلا هون في عنا بالنسبة لهذا الفيرست تريب انه هو الشورتست والموست كيرف تريب وموست كيرف وفلات، بيكون لما احنا نمسكه ما بيكون مدور ما بيكون راوند، لا بيكون فلات وكتير كيرف. يبقى الشورتست والموست كيرف والموست فلاتند، يعني كل اشي انه هو اكتر اشي. تمام. flattened from above downward، يعني بس تمسكه بتحس حالك ماسك اشي كتير مسطح مش اشي دائري. الهيد هاز ايش one facet articulates، حكينا بس بالفيرست ثوراسيك فيرتبرا، عند السكالين تيوبيركل عشان السكالينس انتيرير مسل on its inner border. تمام زي ما فهمنا على الانر على الانر بوردر تبعها. Anterior لهاي التيوبيركل في السبكليفيان فين، وposterior للتيوبيركل في سبكليفيان جروف للارتري واللور ترانك اوف ذا بريكيال بلكسس. طيب هاد الفيرست تريب از امبورتنت كلينيكالي بيكوز اوف اتس كلوز ريليشن شيب تو ذا لور نيرفز، يعني هو كتير له علاقه بايش باللور نيرفز اوف ذا بريكيال بلكسس زي ما درسنا. تمام يعني خلينا نعمل أجواء هيو إنه له علاقة باللور nerves of the brachial plexus and the main vessels to the arm. مين هم؟ subclavian artery and vein، هيو اللي هلا حكينا عنهم subclavian vein والartery وإيش اللور trunk of the brachial plexus، يعني نفس الإشي إعادة بس إنه يشرح لي إنه هذا اللي حكيناه هنا of clinical importance، إنه هو إشي كتير مهم clinically. ليش؟ هلا رح نفهم لما نحكي عن السيرفيكال ريب ولما نحكي عن السوبيريور ايش او الثوراسيك اوتلت سيندروم. هلا لما ندخل عليهم ونحكي عنهم هنفهم شو هي الكلينيكال امبورتنس والفائده اللي هنفهمها هنا. طيب هلا هون بحكي لنا ال ذا سكالينس انتيرير مسل از اتاتشد تو اتس ابر سيرفيس اند انر بوردر. تمام اوكي يعني مرتبطة زي ما حكينا انه هاي المسل مرتبطة وين؟ هلا حكيناها المعلومة اللي هي انه بالانر بوردر، بالانر بوردر وبالابر سيرفس، يعني انر بوردر بس بالابر سيرفس. انتيرير تو ذا مسل هاي حكينا الفين بعمل كروسنج للرب،
وبوستيرير لهاي المسل في عنا الارتري واللور ترانك اوف ذا بريكيال بلكسس بتعمل كروس للرب وايش وبتكون قريبه مع البون زي ما اتفقنا وحكينا هذا الكلام. طيب وبعدين يعني وبعد ما فهمنا هذا الاشي شو رح نستفيد منه؟ في عنا اشي اسمه سيرفيكال ريب. كيف يعني ريب وسيرفيكال؟ مش هو بغطي وبحمي الثراسك فيسرا؟ طب شو جابه للسيرفكس؟ الفكرة انه في ناس بيكون عندهم اشي اسمه السيرفيكال ريب بيكون مرتبط بالترانسفيرس بروسس اوف سي 7 تمام، بس هاد بيروح بعدين يا اما بيضلوا فري يا اما رح يرتبط، نركز بهاي الجملة، رايح يرتبط بالفيرست ريب، يعمل articulation وconnection مع هذا الفيرست ريب، يا بضل فري يا اما بيرتبط فيه. طيب ايش طب وما يرتبط شو المشكلة؟ الفكرة انه هلا حكينا انه بهذا الفيرست ريب في عندي انا تو جروفز وبيناتهم في عندي هاي المسل سكالينس انتيريور مسل. طب هدول الجروفز شو بمر فيهم؟ بمر فيهم السبكليفيان فين والسبكليفيان ارتري والبريكيال بلكسس. طيب وبعدين الفكرة انه هاد السيرفيكال ريب اذا راح ربط بهذا الفيرست ريب بطريقة يعمل فيها كومبريشن على واحدة من هدول الستركشرز راح تصير مصيبة. الفكرة انه لما نضغط احنا على ارتري ونعمل فيه obstruction راح يبطل فيه circulation، راح يبطل فيه دم يروح على المسلز ويروح على هذا الابر بورشن من ايش الابر اكستريميتيز او الابر بورشن من الهاند او الفور ارم او whatever يعني البارتس هدول اللي هم اللو اللي يربي الابر لم او الابر اكستريميتيز بتتغذى فيهم. فاذا صار فيها obstruction بسبب هذا الكومبريشن راح يبطل فيه circulation، بالتالي المنطقة رح تصير كولد ورح تصير بيل، رح يبطل في دم يوصلها. وإذا صار الكمبريشن هذا على النيرف اللي هو من البريكيال بلكسس هدول هم بيعطوا الأوريجن للألنر والميديان نيرفز اللي هم بيغذوا مين؟ بيروحوا بيعملوا انرفيشن للأبر إكستريميتيز والفور آرم والآرم والهاند. فإذا تسكروا وصار فيهم كمبريشن، يعني مش تسكروا صار عليهم كمبريشن، رح يصير في إيش؟ pain بالإيش بالميديان part of the forearm and the hand، رح يصير فيها وجع، رح يصير فيها رح يصير فيها numbness تمام زي هيك. فهاي هي الفكرة من السيرفيكال ريب هذا كله على بعضه. فهي هون بحكي لنا ريب، طبعا هاد غالبا الناس بيكونوا ما عندهم إياه وبيكونوا asymptomatic، يعني حتى إحنا بنكتشفه incidentally هيك لما احنا عم نعمل اكس راي هيك نكتشفه لانه asymptomatic ما بيعمل symptoms. بس في حال كان مرتبط وعامل articulation مع الفيرست ريب بطريقة يعمل فيها compression على واحدة من هدول البارتس هون منحس بألم ووجع وبيصير في له clinical significance وممكن انه ساعتها السيرجن يقترح انه يعمل البيشنت هات سيرجري تمام. فهي rib arising from the transverse process of the seventh cervical vertebra. بيصير يا دوب يعني كمية الناس اللي بيصير فيها كتير قليلة، يعني بنص بالمية من الناس، يعني ما وصلت حتى 1%. It may have a free anterior end, may be connected or articulate. It may connect to the first rib or it may articulate with the first rib. طيب شو بتعمل؟ بتعمل بريشر على النيرز والارتريز اللي بيعملوا سبلاينج للأبر لم. بريشر on the lower trunk of the brachial plexus produces pain down the medial side of the forearm and the hand. It can also exert pressure on the overlying subclavian artery and interfere with the circulation of the upper limb. فإحنا لما الدم ينقطع عن منطقة، منطقة هاي بتصير pale وcold، ما في دم عم بوصلها. يبقى احنا هيك خلصنا ايش؟ خلصنا الستيرنم وخلصنا الريبس، عم نحكي عن الثراسك وول. نكمل ونحكي هلا عن الكوستال كارتليجز والجوينتس اوف ذا تشست وول، بعدين رح نحكي عن الاوبننجز اوف ذا ثوراكس ورح نختم بهذا البارت عن المسلز تمام. اوكي رح نحكي كمان عن ايش؟ عن المسلز هدول لطيفين. الارتيريال بلود سبلاي وهاي الاشياء بفكر اتركها ببارت تاني لحالة عشان ما يصير كثير طويل البارت. اوكي
خلينا هلا نحكي عن مين، عن الكوستال كارتلجز. اذا متذكرين شرحت لكم عنهم انهم هدول عباره عن ايش، إلاستيك تيشو. الكوستال كارتلجز مالهم they are elastic and flexible. طب شو يعني ما يكونوا إلاستيك وفليكسبل؟ الفكرة إنه زي ما اتفقنا لما إحنا بدنا نتنفس بدنا هذا الثوراسيك وول يتوسع. طيب إيش الأشياء اللي هتساعد إنه يتوسع؟ بدنا إيش يكون إلاستيك وإيش يكون فليكسبل عشان يتوسع ونقدر نتنفس، وبنفس الوقت بدي إشي يحمي هدول البونز من إنه يصير لهم frequent وcontinuous fractures، لأنه بخوف ممكن يصير الكسر لا سمح الله ويخترق الميديستاينم ويصل على القلب. كتير بتصير حالات زي هيك إذا كان البريشر والتروما كتير قوية. بس الحمد لله إنه في هدول الكوستال كارتلجز إيش بيعملوا؟ بيعملوا absorption للشوك. يعني أنا أفهمكم إياها بطريقة، مثلا إحنا نجيب بالونة وإيش نعمل؟ نعبي هاي البالونة مية، نحط فيها أي إشي، أو نجيب عادي أي كيس ونعبي هذا الكيس مثلا بقطن أو بأي إشي، تمام؟ أو مخدة أو أي إشي هيك يكون إنه يكون مرن، تمام؟ فإحنا لما نيجي نمسك هذه البالونة ونخبطها بإيدنا، تمام؟ إيش رح يصير فيها؟ رح تاخد شكل إيدي، رح تدخل مع إيدي لجوة. يعني هي رح يصير لها إنه رح تدخل البالونة هاي هيك لجوة وتاخد شكل إيدي. فهي بهاي الطريقة امتصت الصدمة هاي، تمام؟ ما انفجرت ولا انكسرت ولا صار فيها إشي. بس بالمقابل أنا أجي أمسك كاسة أزاز وأخبطها بكل قوتي هيك، رح تنكسر الكاسة هاي. ليش؟ لأنها ما عندها إلاستيسيتي، ما عندها فليكسيبيليتي اللي إنها تقدر تمتص الصدمة هاي وتخفف منها وتحمي حالها، فرح رح تتكسر وما رح شو اسمه، إنه زي ما قلنا إنه زي ما بصير بالأشياء التانية اللي بتكون مرنة زي البالونة. فالإلاستيك كارتلج مبدأه زي مبدأ هاي البالونة، إنه لما يصير التروما أو يصير شغلة مش دايركت بتصير التروما على هاي البونز وعلى هدول الستيرنم، لا، الفكرة إنه الكوستال كارتلج بتحميهم عشان ما يتكسروا، فهي اللي بتمتص الصدمة وبتكون إلاستيك وعادي بتشكل حالها حسب هاي الخبطة بحيث إنه ما يصير كسر وما تصير تروما كبيرة جوا الثوراسيك كافيتي والفسر اللي جواها، تمام؟ أنا عارفة إني بحكي كتير بس عشان تفهموا، إنه تفهموا الفكرة وتحفظوها والله. أوكي تمام. وحكينا كمان معلومة اللي هي شو، اللي هي إنه الربس من 1 لـ 7 كلهم محترمين أولاد عالم وناس وبرتبطوا دايركتلي بالستيرنم، بس 8 و9 و10 لا، بيجوها من لفة تانية وبصيروا يرتبطوا باللي فوق باللي فوق باللي فوق عبال ما يوصلوا لوين؟ للسبعة، ويرتبطوا في الكوستال كارتلج تبع 7 عشان يرتبطوا بالستيرنم. وين دانك يا جحا؟ المهم، وبعدين في عنا الاثنين اللي هم 11 و12 هدول مكملين مع الايش، الابدومينال ماسكيليتشر، هدول ما لهم مش دعوة بستيرنم ولا بإشي. طيب الكوستال كارتلجز ار ايش؟ بارز اوف كارتلج كونكتينج ذا ابر 7 ريبس تو ذا لاترال ايدج اوف ذا ستيرنم اند 8 اند ذا 8th اند 9th اند 10th ريبس تو ذا كارتلج ايميديتلي ابوف. 11 و12 ما بيرتبطوش بشيء. طيب the costal cartilages contribute significantly to the elasticity and ايش؟ للإلاستيسيتي والموبيليتي of the thoracic wall in old age. هاي معلومة يعني ما بعرف، بس بحس إنه مهم نعرفها، اللي هو إنه إحنا لما نيجي نصور بالإكس راي اللنج إيش بتبين عندي؟ بتبين سودا، قصدي العظم ببين عندي يا إيش لونه؟ ببين عندي يا لونه أسود، تمام؟ تحت الإكس راي ببين لونه أسود. بس الكوستال كارتلجز ما بتبينش عندي اصلا بالاكس راي، تمام؟ بس لما الواحد يكبر بالعمر بيصيروا هدول الكوستال كارتلجز يصير لهم سوبرفيشال كالسيفيكيشن وبصير لهم اوسيفيكيشن، فبصيروا ايش يبينوا راديو اوبيك بالراديوغرافس بالاكس راي، فبيعملوا كونفيوجن انه هل هذا كوستال كارتلج ولا هل هذه عظمه، بس هو بيكون كوستال كارتلج عامل اوسيفيكيشن وصار يطلع لونه زي لون العظمه تحت الاكس راي. هاي هي الفكره يعني من المعلومه، يعني نعرفها احسن.
Okay, in old age, the coastal cartilages tend to lose ash, tend to lose some of their flexibility as the result of superficial calcification. طب, clinical features. The cartilage adds considerable resilience to the thoracic cage and protects the sternum and ribs from more frequent fracture. In old age and sometimes also in young adults, the coastal cartilages undergo progressive ossification. They then become ash radio opaque and may give rise to some confusion when examining a chest radiograph of an elderly patient. تمام. أوكي يا رب إنكم تكونوا فهمتوها. نحكي هلا عن إيش؟ عن ال joints of the chest wall. أنا عندي مبدأ في الحياة إنه نفهم الشغلة بعدين نقرأ اللي مكتوب، لأنه كتير بتسهل والله. بس برضو في صورة يعني هيها هيها الله الحمد لله موجودة. أوكي هلا رح نحكي عن ثلاث أنواع من هدول ال joints. أول إشي رح نحكي إنه في عندي joints بربط بين العظمة هاي الرب مع الكوستال كارتلج، وفي joint بربط الكوستال كارتلج مع الاسترنم، وفي joints اللي بتربط البارتس تبعت الاسترنم ببعضها البعض. أسهلها عليكم، البارتس اللي بينربطوا فيها البارتس تبعون الاسترنم ببعضهم البعض كلهم cartilaginous joints كلهم، تمام؟ لأنه إحنا هاي الاسترنم شو بدنا، ليش بدنا نحركها؟ يعني ليه بدنا نفصلهم عن بعض او نحركهم؟ بدنا اياها تضلها ثابته مع بعض، صح؟ احنا اتفقنا انه في عندنا اثنين، شو هم؟ المانيبيور ستيرنال جوينت عباره عن كارتيلاجينس جوينت بيربط بين المانيبيورم والبادي اوف ذا ستيرنم، والزايف ستيرنال جوينت اللي بيربط بين البادي اوف ذا ستيرنم اند ذا زايفويد بروسس. تمام، هي هيك خلصنا وحكينا انه هو برضه عباره عن كارتيلاجينس جوينت وهون كارتيلاجينس جوينت. هلا بدنا نحكي عن ايش؟ بدنا نحكي عن شو اسمه، عن الجوينتس اللي بتوصل بين الكوستال كارتيلاجز وبين الايش، الاسترنم، اللاترال وول اوف ذا سترنم. هلا بالنسبه لل شو اسمه، احنا في عنا كل واحد فيهم بيختلف عن الثاني، في شويه اختلافات يعني، بس مش هالاختلافات الكتيره. اول اشي بالنسبه للفيرست ريب، الكوستال كارتلج تبع الفيرست ريب لما بيرتبط بالسترنم بيرتبط بفايبرو كارتلجينس جوينت او كارتلجينس جوينت. هذا الفايبرو كارتلجينس جوينت بحد من الموفمنت تو بريفنت موفمنت، تمام؟ بس بعدين من السكند لحد مين، لحد تقريبا السبنث، هدول كلهم بيرتبطوا دايركت مع الاسترنم وبساينوفيال جوينت، ساينوفيال جوينت. اوكي بعدين في عنا مين، تم الثامن والتاسع والعاشر بيرتبطوا مع السبنث برضه اللي بيرتبط مع هاي بساينوفيال جوينت. اوكي لطيف، وقلنا 11 و12 بيكملوا مع الابدومينال مسكوليتشر وما بيرتبطوش بشيء. شو كمان بدنا نعرف؟ ضل علينا نعرف اخر معلومه اللي هي الجوينت اللي بيربط بين الريبس وال الكوستال كارتلجز، هذا اللي هو الكوستوكوندرال. ايش راح يكون؟ عباره عن فايبرو كارتلجينس جوينت او كارتلجينس جوينت اللي بدنا نمنع من الموفمنت. يعني احنا ليش بدنا نخلي الرب ينفك او يتحرك انه يصير متحرك وما يكون مثبت 100% بالكوستال كارتلج؟ ما بدنا، همنا اياه يكون ملزق فيه وثابت وما يتحرك بالمره، تمام؟ يبقى الفيرست ريب بيرتبط بالكوستال كارتلج تبعه بيرتبط بفايبرو كارتلجينس جوينت، السكند لحد السيفنث مع الثمانية والتسعة والعشرة هدول بيرتبطوا برضو بساينوفيال جوينت. اوكي واللي هون ايش بيكون؟ كارتلجينس جوينت، تمام. اوكي هلا خلينا نروح نقرأهم. اوكي هلا اول اشي بدنا نحكي عن الجوينتس اوف ذا سترنم. ايش اسمه؟ The manipuro sternal joint, cartilaginous joint between the manipurum and the body of the sternum. Okay, small amount of angular movement is possible during respiration. بيتحرك شوي. Small amount of angular movement is possible during respiration. Zyphe sternal joint, cartilaginous joint,
بين الزايفويد بروسس which is cartilage عند الصغار بتحول بصير الأسوفيكيشن بعدين and the body of the sternum. هذا الزايفويد بروسس usually fuses with the body of the sternum during middle age زي ما فهمنا وحكينا، لأنه أساسا بيكون أول شيء cartilage لسه مش عامل fusion، بعدين بالmiddle age هذا الزايفويد بروسس بيعمل إيش؟ بيعمل fusion مع the body of the sternum. أو المانيبيور سترنال جوينت بيعمل موفمنت كتير بسيطة، شوية أنجولر موفمنت خلال الريسبيريشن. طيب الجوينتس of the costal cartilage with the sternum، حكينا الأول إيش؟ cartilaginous joint no movement. تمام، إذن الأول إيش نعرف؟ إنه هو عبارة عن cartilaginous joint ونو موفمنت. بس الثاني للسابع لا، بيكون synovial joint mobile. هون يعني بنقدر نقول انهم هدول ايش؟ synovial joints برضو. هدول ايش؟ embedded بالabdominal musculature وما بيرتبطوش مع اشي. اوكي، هلا بدنا نحكي عن joints of the heads of the ribs. هون ايش بحكي لنا؟ انه هاي احنا حكينا عنها، احنا ايش اللي حكينا عنه؟ اوكي، احنا حكينا هنا joints of the ribs and costal cartilage قلنا no movement فراح يكون cartilaginous. في هدول ما حكيناهم مش لسه، اللي هو بحكي لنا انه the first rib and the three lowest ribs عندهم single synovial joint with their corresponding vertebral body اللي اتفقنا عليها، اللي هو ال head of the rib مع مين؟ مع ال thoracic vertebra. فإحنا اتفقنا ال first rib ما عنده غير only one facet، فبرتبط بس مع واحدة. إيش ال برتبط فيه؟ synovial joint. أوكي؟ برتبط ب synovial joint. بس بعدين بحكي لي إنه من ال second لعند ال قديش تقريبا؟ لعند ال لحظة خليني أتذكر. أوكي خلينا نغشها، من السكند لعند الناين هدول إيش بيكونوا؟ بيعمل articulation بس إيش؟ بتشغلتين synovial joint مع نفسه اللي numerically corresponding ومع برضو مين؟ مع اللي بيكون above it اللي فوقه. يعني مثلا خمسة حكينا مثلا بترتبط بخمسة وبأربعة من فوقها. أوكي، بس الباقي مثلا زي هلا اثنين حكينا عندها two faces مع انه هي atypical، وعندها هاي التيوبيركل الرف سيرفس اللي برتبط فيه السيراتس انتيرير مثلا. اوكي، بس مع هيك في عندها two faces. طيب بالنسبه للتيوبيركل برضه هي عباره عن synovial joint، بس مين كان حدا ما عنده تيوبيركل وحدا عنده تيوبيركل بس ما بيرتبط؟ 1 و 2 ما بيرتبطوش بترانسفيرس بروسس، و11 و12 هدول الاثنين كمان الفلاتنج ما بيرتبطوا. ليش؟ لانهم هم ما عندهم تيوبيركل اصلا، بس باقي ما تبقى كله ما عدا 1 و2 و11 و12 كلهم في عندهم هاي التيوبيركل وبيرتبطوا بالساينوفيال جوينت مع الترانسفيرس بروسس للنيوميريكالي كورسبوندينج ثوراسيك فيرتبرا. تمام، اوكي. هلا وين وصلنا؟ وصلنا عند الـ openings of the thorax. الـ openings of the thorax هدول بنقسمه لشغلتين: superior thoracic opening و inferior thoracic opening. طيب هلا في كلمتين بدي احكيهم عن الـ superior thoracic opening. هلا احنا شايفين انه محطوط جنبها انها هي thoracic outlet، صح؟ بس ممكن برضو تتسمى thoracic inlet، لانه غريب انه احنا يكون superior opening بالنسبة لنا انه outlet. طب احنا عم ندخل، ليش اسمه outlet؟ المفروض انه يكون اسمه inlet. هلا هم بيسموه بالاسمين، الدكتورة قالت انه هو بتسمى بالاسمين، بيسموه thoracic outlet وبيسموه thoracic inlet حسب احنا كيف شايفينه. يعني مثلا لو احنا عم نحكي انه احنا قاعدين بالthoracic cavity وماشيين زي هيك طالعين وبلشنا نمشي بمنطقة السيرفكس، فهون ساعتها اسمه thoracic outlet. لو العكس،
كنا نحكي إن كنا في السيرفكس وعم ننزل وبنا ندخل بالثوراكس، فهون بصير اسمه ثوراسيك إنلت، تمام؟ فهو بتسمى بالاسمين، بس إحنا خلينا نعرف الاسم اللي حكت عنه الدكتورة اللي هو الثوراسيك أوتلت. أوكي؟ لطيف. هلأ إيش الفكرة منه؟ هل هو زي كأنه عبارة عن فتحة، زي كأنه عبارة عن باب مفتوح وبيدخل منه أشياء، فهاي الفتحة هاي في إلها باوندريز معينة بدنا نعرفها. شو هم هدولا؟ أول إشي anterior اللي من قدام، إيش في عند ال upper border of the إيش of the manubrium sternae، يعني حتى مش كل المانيبيورم بس ال upper portion منهم، إحنا نشوفها ونفهم. ال upper portion من هاي المانيبيورم sternae بتعمل اللي ال anterior portion من إيش ال anterior surface لهاد ال opening. إيش كمان؟ ال costal cartilages of the first rib برضو بتصنع اللي ال anterior wall من هاد ال superior opening. طيب laterally في عنا مين؟ في عنا ال medial surface of ال first rib، تمام؟ وبعدين من وراء إيش في عنا؟ عنا ال T1 أو ال first thoracic vertebra، تمام؟ أوكي. هلأ بدنا نعرف كمان كم من معلومة عنها هيك على السريع. شو هي هاي المعلومات اللي بدنا نعرفها؟ اللي بدنا نعرفه هو إنه فيها مجموعة من الإيش الأشياء اللي بتمر فيها. شو هما؟ في عنا lung apices، هدول عبارة عن شو؟ lung apices اللي هما المكان ال upper lobe من اللنج اللي بيكون مدبب. فهاي اللنج apices بتمر من مين؟ من هاي ال superior thoracic opening. شو كمان بيمر؟ بيمر التريكيا وبيمر الاسوفيجس كمان. غيره شو كمان رح يمر؟ اللي حكينا عنهم السابيكليفيان ايش فين، السابيكليفيان فين، هيو سابيكليفيان فين والسابيكليفيان ارتري، هدول الاثنين اللي هم اساسا من وين بيمشوا؟ هيو بيمشوا من بالجروفز، السابيكليفيان جروفز اللي موجودين بالفيرست ريب، وهون رح يكون بيناتهم المسل اللي اتفقنا عليها السكاليني مسل. اوكي كمان رح نشوف اللور او الانفيريور بارت من البريكيال بلكسس، اللور او الانفيريور ترانك من البريكيال بلكسس. طيب شو كمان رح نشوف؟ رح نشوف الفيجاس نيرف، تمام، ورح نشوف هي الفيجاس نيرف وهي الفرينك نيرف، وإيش كمان رح نشوف؟ السيمباثيتك بلكسز، وإيش كمان؟ أعتقد إنه هيك خلص ما ضلش إشي. أوكي؟ يس. خلينا نروح على نقرأ، بس في معلومة بدنا نحكيها مكتوبة هي، هو أنا مش كتير فهمتها، بس اللي فهمته إنه هاي الأوبنينج رح يكون ماله أوبليك، وإيش غير إنه أوبليك؟ اللنج رح تكمل وتضلها طالعة مع إيش؟ مع التريكيا، رح تضلها طالعة شوية لفوق، فرح تمشي شوية في السيرفيكال ريجن الأبيسز أوف ذا لنج، رح تمشي شوية في السيرفيكال ريجن مع شوية من السيرفيكال كومبوننتس اللي إحنا شايفينها هنا، تمام؟ لطيف. هلا خلينا نقرأ إيش اللي بدنا نعرفه عنها. يلا بسم الله. The chest cavity communicates with the root of the neck زي ما اتفقنا through an opening. إيش اسمها؟ thoracic inlet. It is called an outlet because إيش؟ important vessels and nerves emerge from the thorax here to enter the neck and the upper limb. مجموعة من ال important structures ال subclavian artery وال subclavian vein وكمان ال inferior أو ال lower brachial trunk عم بطلعوا من هاي ال opening وبيروحوا على النك زي ما اتفقنا، بيطلعوا منها وبيروحوا فوق على النك، فسميناها thoracic outlet. طيب posteriorly موجود عندي ايش؟ ال T1. laterally medial borders of the first rib and their costal cartilages. طيب anteriorly في superior border of the manubrium sternae. معلش انا خربطت، بس ال costal cartilages والميديال بوردر من الفيرست ريب هم الاثنين جايين لاترالي، الابر بوردر من المانيبيورم سترناي لحالها جايه انتيريرلي، تمام؟ اوكي شويه نوتات هيك. through this small opening ايش بيمشي؟ الاسوفيجس والتريكيا
Okay, or many vessels and nerves, the opening is obliquely placed. Because of the obliquity of the opening, the apices of the lungs and pleura projects upward into the neck. Contents, the apices of right and left lung, brachiocephalic, brachiocephalic vein, اللي راح يكمل عندي من السبكليفيان, وفي عندنا السبكليفيان arteries and veins, التراكيا والاسوفيجاس والفيجاس نيرف والسيمباثيتك ترانكويل ايش والفرينيك نيرف. يبقى بس نسينا نحكي عن ايش, عن البريكيو سيفاليك. تمام اوكي. تمام هلأ هيك إحنا بنكون خلصنا كل superior thoracic opening. بضل علينا inferior thoracic opening, نشوفها بالأول. هيها هي لتحت, إيش موجود من قدام؟ هاد الزايفو external joint قدامها. طيب lateral هدول الكوستال margins. طيب posterior level of T12 صح؟ بس هاي هي كل الفكرة. هيها T12 posterior curving costal margin lateral anterior الايش الزايف external joint. تمام هلا الفكرة اللي بدنا نفهمها هنا انه هاد بيكون مغطى بعضلة بتفصل الثراسك كافيتي عن الابدومن, تفصل الثراسك كافيتي عن الابدومن. شو اسمها العضلة هاي؟ الديافرام. اساسا اسمها عضلة الحجاب الحاجز, يعني بتعمل حاجز ما بين الثراسك كافيتي وما بين الابدومينال كافيتي. بس بيكون ايش؟ بيكون طبعا انه بمر عن طريقها, عن طريق هاي الديافرام بمر عن طريقها الاسوفيجس بيكمل لتحت, وكمان لارج فيزل زي الانفيريور فيناكيفا, وزي كمان الايش الاورتا اللي بتتحول تحت وبتصير الابدومينال اورتا. تمام فهيوم بحكي through this large opening which is closed up by the diaphragm ايش بمشي pass ايش the esophagus and many large vessels and nerves all of which pierce the diaphragm. تمام هيك ان شاء الله انه الامور تمام. اوكي هلا بدنا نحكي عن الثوراسيك اوتلت سيندروم. بس في هيك صوره لطيفه كنت بدي اوريكم اياها عن ال عن الاوبننج, مش عارفه وين راح الاقيها هلا. بس لحظات اوكي اظن اني لقيتها. هيا هيا اوكي نعتذر على التأخير يعني بس قبل ما لقيتها. اوكي شوفوا هلأ هنا هاي عبارة عن الاوبنينج تمام اللي حكينا عنها, فهاي بتبين لي قديش انه اللونج ابيسيس بتكون كتير طالعة وماشي مكملة مع السيرفيكال كومبوننتس وبتكمل وبضلها حتى طالعة مع مين؟ طالعة مع ال توصل عند النك حتى, لأنه بتكون المنطقة هذه أوبليك فزي اللي بتفغصها وبتخليها تطلع لوين لفوق. يعني سوري ما طلعش معي غير هذا المصطلح بس إن شاء الله أنكم تكونوا فهمتوا علي. وهنا بنشوف مين السبكليفيان فين والسبكليفيان آرتري وإيش وإيش كمان بنشوف وبس. يعني هاي الصورة مورانيا التراكيا والإسوفيجس والأيبسيس أوف ذا لانج اللي حكينا عنهم والآرتريز. تمام لطيف اوكي كل هاد بالاخر عشان كلمتين ماشي. هلا نحكي عن اشي اسمه الثوراسيك اوتلت سيندروم. الثوراسيك اوتلت سيندروم بيرتبط بشغله حكيت عنها لفوق اللي هي كانت السيرفيكال ريب, يعني في شبه بسيط. هلا الفكره هنا انه الثوراسيك اوتلت هذه ايش موجود فيها؟ موجود فيها الفيرست ريب صح؟ صح.
والفيرست ريب هذا ايش بمرق منه؟ حكينا بمرق منه سبكليفيان فين وسبكليفيان ارتري، متفقين صح؟ طيب وكمان البريكيال بلكسس اللي هي الاوريجن للميديان والالنر نيرفز اللي اللي بيعملوا انرفيشن للابر لم والابر اكستريميتيز والهاند والفور ارم. فهنا بحكي لنا السوبيريور او الثراسيك اوتلت سيندروم، انا مصره احكي انها سوبيريور اوبننج مش عارفه ليش. فهون ايش اللي بصير نفهمها بعدين رح نقرا المكتوب. اللي بصير انه مثلا خلال اكسرسايز او مثلا التروما وتكون فيري انه فيزيكال تروما مثلا وتكون انه very hard trauma تصير على هاي الأبر ريجن على الشولدر عند الفور أرم عند هاي المنطقة، فتروح بالتالي تأثر على هذا السبيس الموجود بين الكلافيكل وبين الفيرست ريب اللي هي هنا اللي موجود فيه مين؟ موجود فيه هدول الفيزلز المهمين اللي احنا حكينا عنهم. فلو صارت هاي التروما القوية كتير عليها أو خلال اكسرسايز مثلا الواحد لو كتفه أو عمل شغلة فصار في كومبريشن على هدول البلد فيزلز او على هدول النيرفز، فبالتالي رح يصير نفس اللي حكيناه انه بصير بالسيرفيكال ريب. وبرضه السيرفيكال ريب من الاشياء اللي بتعمل هاي السندروم في حال كان موجود وعمل كومبريشن، فبالتالي هيسكر البلد سبلاي ويبطل في سيركيليشن وهيصير اللون بيل ورح يصير كمان كولد، وكمان بنفس الوقت اللي رح يصير انه النيرفز هدول رح يصير عليهم كومبريشن هيصير في بين ونمنس وكل هاي الأعراض بتصير عند البيشنت. خلينا نقرأ المكتوب. Thoracic outlet syndrome is a group of disorders that occur when the blood vessels or nerves in the space between the clavicle and the first rib اللي هي thoracic outlet become compressed. This can cause pain in shoulder and neck ish and numbness in fingers. Common causes of thoracic outlet syndrome include physical trauma من car accident, repetitive injury من الجوب أو السبورت related activities, certain anatomical defects زي الاكسترا ريب السيرفيكال أو pregnancy لأن البريجنانسي دائما بيعمل pressure retention. التريتمنت يا إما بيكون عن طريق البين ريليفرز أو عن طريق surgeries مثلا. أو مثلاً الفيزيكال ثيرابي علاج طبيعي و pain relief measures. Most people improve with these approaches. In some cases your doctor may recommend surgery عشان قصة السيرفيكال رب غالباً، أو مثلاً صاير compression صعب إنه يتعالج بمثلاً physical therapy أو إنه يخف الألم بسبب pain relief ما بيزبط، فبيضطروا إنهم يلجأوا لسيرجريز. Symptoms زي ما حكينا numbness or tingling in arm and fingers, pain in neck, shoulder or hand, weakening grip, weak or no pulse in the affected arm, pale color and coldness on the skin of the upper limb. تمام هيك؟ مفهوم كل إشي إن شاء الله؟ أوكي. هلا بهذا البارت كمان إن شاء الله بدي أشرح هدول الانتركوستال سبيسز والمسلز والبلد سبلاي والدايفرام واللي بضل رح اتركه ببارت تاني. نبلش هلا نحكي عن ايش؟ عن الانتركوستال سبيسز. احنا اتفقنا مع بعض انه الانتركوستال سبيس هو عبارة عن سبيس بيكون بين تو ريبس، بس كيف بنعرفه كيف بنحدد هو ايش رقمه؟ دايما بيكون حامل اسم الرب اللي فوقه، يعني مثلا احنا عندنا الفيرست رب بيكون تحته الفيرست انتركوستال سبيس، تمام؟ مثلا السكند كوستال كارتلج والسكند ريب تحته السكند انتركوستال سبيس وهكذا. هاي هي الفكرة. يعني هلا هاي المنطقة بتحتوي على ايش؟ 3 muscles، وبرضه في السبلاي تبعتهم اللي هي محمولة بالانتركوستال نيوروفاسكولار بندل اللي بتمشي وين؟ بالكوستال جروف اللي اتفقنا عليه. يلا انتركوستال muscles مين هم؟ external intercostal muscle، internal intercostal muscle و innermost intercostal muscle. بيجي النيرفز motor and cutaneous branches, lateral and anterior cutaneous branches. هدول يعني غالبا رح نحكي انهم
انهم intercostal nerves، يعني الدكتورة حكت انهم intercostal nerves، وفي كمان الانتركوستال فيزلز اللي هو احنا بنسميها الفان، اللي هو فين ارتري نيرف بمروا في هاد الجروف. تمام، هدول موجودين بالجدول بالتفصيل، بس اللي يعني نفهمه ونعرفه انه رح يكون انتركوستال فيزلز بغذيهم والانتركوستال نيرفز. تمام، اوكي، نبلش فيهم هلا مسل مسل، وهاي الصورة كتير واضحة ولطيفة للأمانة، يعني بتفهمنا كل إشي. نبلش بمين؟ بالإكسترنال. حسب المنطق لما نحكي إحنا إنها إكسترنال، فرح تكون هي إيش؟ الموست سوبرفيشال لير، فرح تكون أكتر وحدة لبرة فيهم كلهم. نتخيل مع بعض شكلها كيف؟ إنه إحنا عم ندخل إيدنا في جيبة، تمام؟ عم ندخل الواحد إيده في جيبته، فلما يدخلها كيف بيدخلها؟ هيك بشكل أوبليك، صح؟ بيكون داونورد، بس إيش؟ فورورد، داونورد وفورورد. هيك بيكون شكل الفايبرز تبعت هاي الاكسترنال انتركوستال مسل. طيب من وين بتعمل، من وين الاوريجين تبعها؟ من الانفيرير بوردر اوف ذا سوبيرير ريب. الانسيرشن انفيرير بوردر اوف ايش يا ربي، سوبيرير بوردر اوف ذا انفيرير ريب. تمام، لطيف. طيب ايش الاكستنشن تبعها؟ بيكون من وين لوين؟ هلا نفهمها كيف، انه هي جايه فورورد هيك داونورد، بس فورورد جايه هيك، تمام. فمن وين بتمتد؟ بتمتد من التيوبيركل تبعت الرب، التيوبيركل اوف ذا رب، وبتضلها ماشي لقدام عبين ما توصل للكوستو كوندرال جنكشن قبل هدول الكوستال كارتليجز بشوي. بعدين ايش بيصير فيها؟ يبقى امتدت من التيوبيركل وضلت ماشي لوين؟ لعند ما وصلت عند هدول الكوستو كوندرال جنكشن بتوقف. هلا هون ايش رح يكمل؟ شايفين هذا اللون الباهت الفاتح؟ هذا عباره عن ابونيوروسز، تمام، فبتكمل از ابونيوراتيك ممبرين. فهذا شو بنسميه؟ بنسميه الانتيرير ابونيوراتيك انتركوستال ممبرين، وبرضو إله اسم تاني الإكسترنال إنتركوستال أبونيوريتك ممبرين، إله هدول الاسمين. هلا هنفهم ليش سميناه أنتيرير، لأنه في واحد تاني تصنعه الإنترنال إنتركوستال بيكون بوستيرير. خلينا نشوف مع بعض هاي الإنترنال إنتركوستال مثلا وين موجودة. هيها على طول تحت الإكسترنال إنتركوستال. هاي المسل بيكون حركتها على عكس الاكسترنال. كيف بتكون ماشية؟ مش زي كأني عم بحط ايدي بجيبتي، لا، هلأ هاي بتكون ماشي داونوردز، ما اختلفناش، بس باكوردز، يعني داونوردز بس بتلف باكوردز، بترجع يعني بعكس حركة الاكسترنال بالضبط. بتمشي من الاسترنم وبتضلها ماشية ومكملة لوين؟ من الاسترنم لوين بتضلها رايحة؟ للانجل اللي اتفقنا عليها، الانجل اوف ذا ريب، حكينا عنها هناك، حكينا عنها يا ربي فوق لما شرحنا التيبيكال ريبس. طيب فهاي بعدين بتكمل بوستيرير اللي مو مبين معانا هون، بس هي بتكمل بوستيرير اللي وبتعطينا ابونيوروسز. هذا الابونيوروسز اللي بتعطينا اياه من ورا بيكون ماله شو اسمه؟ بوستيرير ايش؟ بوستيرير ابونيوريتك ممبرين او انتركوستال internal intercostal aponeurotic membrane. اوكي خليني اشوف اذا في عليها صورة على السريع. يعني هو انا دورت بس ما لقيت لها اشي. بس هي والله سهلة، يعني احنا لو نتخيلها انه من ورا بيكون في عنا البوستيرير ابونيوروسس، لانه هي اصلا ماشي من عند الاسترنم لورا للانجل، فزي ما هون مكمل هيك انتيرير لنفس الاشي بس ورا، فبسميها البوستيرير ابونيوريتك ممبرين. تمام، بصفي عنا اخر مسل من هدول المسلز اللي هي شو اسمها؟ الانر موست، تمام، شو اسمها؟
لحظة بس، هلأ هاي نسيت الأوريجن والإنسيشن تبعها. الأوريجن تبعها من وين جاي؟ شايفين شو هاد؟ شو اتفقنا عليه هاد؟ هاد اسمه الكوستال جروف. فهي بتطلع من السب كوستال جروف للأبر رب لعند الإيش؟ الأبر بوردر أوف ذا إنفيريور رب. نحكي هلأ عن الإنر موست إنتر كوستال مسل. هاي الإنر موست هاي عبارة عن إنكمبليت مسل، هاي أول معلومة بدنا نعرفها. هاي المسل بالنسبة إلها ال هدول البندل جايين بالنسبة إلها من الأوتسايد، الإنسايد في بحوط حواليها الإندو ثوراسيك فيشا والباريتال بلورا. متفقين حكيناهم هدول إنه الباريتال بلورا والإندو ثوراسيك فيشا بيكونوا كيف جايين لجوا قريب من اللنج، وبرا هاي البندل جاية بينها وبين الانترنال انتركوستال مسل. الدكتورة كتير ركزت على انه البندل هاي جاي بين الانترنال انتركوستال مسل وبين الانر موست انتركوستال مسل. البندل اللي هي الفين والارتري والنيرف اللي ماشيين بالكوستالي جروف. تمام، هلأ في معلومة عن هاي الانر موست انتركوستال، شايفينها احنا هنا هي هم بينا، في معلومة عنها. شو هي المعلومة هاي؟ انها هي بتتكون من 3 muscles. كم مسل؟ 3 مسل. اللي مبين معانا هنا هي عبارة عن the deepest part of the internal intercostal، اسمها the innermost intercostal أو إيش؟ the intercostalis intimus. تمام؟ فهي تعتبر البورشن الأولاني من the innermost عبارة عن the deepest part من the internal intercostal، يعني كأنها تعتبر part من the internal intercostal أصلاً. تمام؟ اتفقنا. اوكي، طب البارتين التانيين تبعنا، طبعا هاي لانها تعتبر الانتركوستالس انتمس لانها تعتبر بارت من الانترنال انتركوستال، فنفس الاوريجن ونفس الانسيرشن نفس الاشي من اللور بوردر اوف ذا ابر ليب لعند مين؟ لعند اللور بوردر اوف الابر بوردر اوف ذا لور ليب اوف ذا لور ريب. اوكي طيب، كمان المسلتين التانيات اللي بيتكون منها هدول لا بيكونوا بارت من الانر موست intercostal muscle. مين هم؟ واحدة اسمها subcostalis muscle، واحدة اسمها transverse thoracic muscle أو sternocostalis muscle. طيب نشوف مع بعض هاي subcostalis وهي sternocostalis أو transverse thoracic muscle. شو بدنا نعرف عنهم؟ هلا transverse ثوراسيك مسل او اللي هي الستيرنوكوستاليس اساسا اسمها بحكي عنها. هي جايه من وين؟ جايه من البوستيري، هذا بوستيريال طبعا، جايه هي من وين؟ من البوستيرير 1/3 اوف ايش؟ اوف ذا بودي اوف ذا ستيرنم ام ذا زيفويد بروسس. تطلع منها بتعمل انسرشن وين؟ بالبوستيرير انر سيرفيس of the costal cartilages من ال second ل sixth costal cartilage. تمام، وبالنسبة هذا الحكي كان مين؟ للثوراسيك. تمام، أما subcostalis muscle فمن وين الأوريجن تبعها؟ بترتبط طبعا من ال posterior surface وال inner surface لهدول الربس، بتعمل attachment لإيش؟ للأنجل of a certain rib. تمام، بعدين بتكمل وبتضلها تعمل اوفر كروسنج لهدول الريبس، يعني بتضل تعمل اوفر كروس اوفر كروس زي هيك لمور ذان 1 ريب بيلو ات، يعني ممكن تعمل كروسنج اوفر 2 اور 3 اور 4 ريبس بيلو ات. تمام، فهيها بتطبط بانجل، بترجع بتطبط بانجل بانجل، بتضل تعمل كروسنج. هاي هي السب كوستاليس وبتضلها تقريبا أيوة هيها إنها بتمتد لإنه 2 أو 3 تحتها. أوكي، فهي إيش؟ هلأ بدنا نقرأ كل مسل منهم ونعرف إيش المهم. هلأ بالنسبة للإكسترنال إنتركوستال حكينا هي الموست سوبرفيشل، its fibers are directed downward and forward، الأوريجن الإنفيريور بوردر of the rib above والإنسيرشن السوبيريور بوردر of the rib below، extends forward من الرب tubercle behind. تمام، للكوستوكوندرال جنكشن in front where it is replaced by aponeurosis اللي هي الانتيرير او الاكسترنال انتركوستال ابونيوراتيك ممبرين. الانتركوستال
internal intercostal عبارة عن إيش؟ intermediate layer. Its fibers are directed downward and backward زي ما حكينا. The origin subcostal groove of the rib above والinsertion superior border of the rib below. The extension backwards من the sternum front للangle of the rib behind where it is replaced by an aponeurosis posteriorly أو بنسميه the internal intercostal membrane. تمام، هذا كله حكيت لكم إياه بشكل مبسط على الصورة. The innermost intercostal muscle, incomplete muscle layer, crosses more than intercostal space within the ribs. تمام؟ وحكينا هي اللي بتكون بيناتهم البندل هذه. Related internally to the endothoracic fascia and the parietal pleura, externally to the intercostal nerves والفيزز اللي اتفقنا عليها. وجدا مهمة معلومة إنه البندل هاي بتكون بين التو لايرز. الدكتورة عن جد كتير عادتها وركزت عليها وقالت مهمة. طيب divided into innermost intercostal intercostalis intimus from lower border of the rib above to the upper border of the rib below زي هاي لأنها part منها considered as the deepest part of the internal intercostal muscle والsternocostalis أو الترانسفيرس ثوراسيك من ال lower one third of the posterior surface تمام of the body of the sternum هي من ال lower one third من ال posterior surface لا ال body of the sternum والسيفويد process وبتمشي بعدين لوين لا هدول ال costal cartilages وبيكون من ال second لل sixth costal cartilage تمام and ايش posterior لوين لل inner surface من second لل sixth costal cartilage subcostalis from the inner surface of the rib medial to its angle يعني بترتبط تقريبا بالانجل او medial اقرب شوية من هاي الانجل وبتكمل second او third rib below بتضلها تعمل cross 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 تمام هيك خلصنا الايش البارت الاول من محاضرتنا وراح اقسمها على بارتين عشانها طويل شوي المحاضره فالبارت الثاني راح يكون من عند الارتيريا للاخير ان شاء الله وجود لك